شرعت اليوم نقابة المعلمين فرع الأنبار أسوة بالمركز المركزي نقابة معلمين العراق بالإضراب العام المستمر 17-18 من شباط الجاري، وهو المطالب بالحقوق المشروعة للمعلمين والوزارة التربويين بصورة عامة، منها تثبيت المحاضرين وتغيير المناهج وزيادة التخصيصات للتربويين، ونطالب بالحكومة المركزية ورئاساتها الثلاث بالاستعجال باستلام طلباتنا وتلبيتها لقيمة المعلم. وهذا اليوم هو يوم العراق ويوم الحق لزرع بذرة التعليم وتقوية الشريحة الأقوى في البلد. نحن نقابة المعلمين فرع الأنبار نحضر هذا اليوم من أجل الإضراب لنيل مطالب المعلمين من حقوقهم المسلوبة التي مرت أيام كثيرة وهم لا ينالون حقهم، وهو أنه إسكان المعلمين واجب على أنه الدولة توفر للمعلمين السكن وكذلك العلاوات. بدأت اليوم الكوادر التربوية والتعليمية في محافظة الأنبار كافة بإضرابا شاملا عن العمل، فقد تعطلت المدارس كافة ولم يذهب الطلاب إلى مدارسهم، وذلك تلبية لنداء نقابة المعلمين في الإضراب التام والشامل حتى تحقيق المطالب في تحسين الواقع التربوي والعلاوات والترفيعات وتوفير السكن الملائم للمعلمين، وإن نقابة المعلمين مصرة على الإضراب الإضراب حتى تحقيق مطالبها وتحسين هذا الواقع المرير، لأننا بدأنا نصدر الأمية للشعب لا للنور والعلم، عهدا منا أننا باقون وماضون حتى تحقيق المطالب.